لمساعدة الصم على التغلب على صعوبات التعاملات اليومية مع الأشخاص الأصحاء في المحلات وغيرها، طورت إحدى شركات التكنولوجيا تطبيقاً ذكياً للترجمة في اتجاهين من وإلى لغة الإشارة. نتعرف في التقرير التالي على هذا التطبيق، نتابع. يتعرض الأصم لمواقف كثيرة يسعى فيها إلى التواصل مع الأصحاء الذين لا يستطيعون فهمه، ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود برنامج يستطيع فهم لغة الإشارة وترجمتها إلى اللغة الناطقة. احنا في اي كان باي بدأنا بتنفيذ الكلام ده كله على تطبيق محدد، وهو سوبر ماركت. عندك سوبر ماركت، الكاشير واقف بيجي لواحد أصم عايز يشتري منه حاجة، دي بكام؟ في منها كبير، في انا عايز اغير ديت، معايا كريدت كارد، ايا كان التفاعل اللي بيتم بين الشخص اللي بيشتري حاجه وبين الكاشير. فدور البرنامج هو عباره عن برنامج بينزل على المكنه بتاعه الكاشير ومعاه كاميرا، الاصم بيقول اللي هو عايزه، فالبرنامج دوت ياخد الكلام بتاعه ويحوله الى كلام يسمعه الكاشير، ويرجع الكاشير يرد عليه، وبالتالي يرجع تاني للاصم. فكده بقى في طريق تو ويز اوف كوميونيكيشن بين الاثنين. طورت احدى شركات البرمجيات تطبيق لخدمه ما يقرب من 5 مليون اصم ومساعدتهم على التواصل الاجتماعي اليومي مع الاصحاء. البرنامج حاليا دلوقتي في اطار التطبيق في بعض المحلات. التكلفه بتكون ما بتكونش على الاصم خالص، بتكون على المحل، لان هو الحقيقه بيستفيد ان في شريحه زي ما قلت، الشريحه مش صغيره، 5 مليون واحد ممكن يبقوا عايزين يشتروا، فلما يلاقوا حد بيخدمهم فده بيبقى فيه مصلحة كبيرة جدا للسوبر ماركت دوت. فالتكلفة بتكون على السوبر ماركت مش على الأصم. التكلفة ما بتبقاش كبيرة قوي، يعني احنا بنتكلم في حوالي 3000 جنيه تقريبا، فرقم مش كبير. في بعض الحاجات اتعملت للغة الإنجليزية، في حاجات للغة اليابانية، للتايلاند التاي، لكن الحقيقة اللغة العربية ما كانش في أي حد اتعمل حاجة قبل كده ليه. فالحمد لله تعالى احنا بدأنا في الشغل دوت وبننفرد في اللغة العربية. وقد فاز هذا التطبيق في مسابقة تمكين التي طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.